السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا سلسلة متنوعة جد رائعة من السفة. غنحضروا سفة مدفونة باللحم، كتجي ناجحة 100%. كذلك غنحضروا سفة مدفونة بالدجاج، أيضا كذلك كتجي بزاف لذيذة. وأخيرا غنحضروا سفة الرز، كتجي بالدجاج هائلة. هاد السفة كتجي واحد المذاق فيها رائع في الشكل ولذيذه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، نخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بالنسبه للمقادير، الضميره ديال اللحم كنحتاجوا لنا 500 غرام حتى 700 غرام ديال اللحم. عندنا كاس درنا فيه واحد القليل من الزعفران وتركناه حتى طلق وصبح على هذا الشكل. عندنا الزيت اما زيت نباتي او زيت مختلطه او زيت زيتون. عندنا تقريبا هنايا 4 العواد نتاع القرفه، ولا كانوا العواد كبار نديروا جوج معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السمن البلدي، جوج معالق كبار نتاع القزبر المعدنوس، جوج حبات تاع البصل، معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه صغيره ديال الابزار، جوج الفص تاع الثوم، الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال العسل. واللي ما متوفر عنده العسل يقدر معلقه كبيره ديال السنيده اي سكر. بسم الله نبداو على بركه الله. كناخذوا هذا الماء الزعفران، ها هو على هذا الشكل، راه تنطلقوه باش ما تركناه، راه كنديروا ليه القليل وتنطلقوا حتى تيطلق لينا. كنشلو هذا بواحد شويه الماء، ما تخليوش باش ما يضيع. كنوضعوا اللحم هذه الطريقه، الا كنا مزروبين وما عندناش الوقت باش نرقدوا اللحم، من الافضل ناخذوا هذا القوام وكنرقدوا فيه اللحم وتنطلقوا اللحم حتى تشرب لينا القوام ديالها مزيان باش كتجينا لذيذه وبنينه. كنديروا الخرقوم، الابزار، سكنجبير، الملح تقريبا نص معلقه صغيره، بيض القرفه، ثومة بعد ما بشرناها، السمن، قزبر ومعدنوس. كنديروا واحد القليل، عاد من بعد تنزيدي واحد القليل من الزيتون، من الزيت عفوا، باش تشرب لينا هاد اللحم القوام ديالها مزيان، حيلا كنرقدوها باش تجينا بنينة، وتنطلقوها حتى تتغلى مزيان. تنطلقوا هذا اللحم حتى تتشرب هذا القوام وكتشرب العطريه مزيان باش تجينا لذيذه، وكنغطيو عليها تقريبا شي 10 دقائق. بسم الله، وكنغطيو عليه وكنتركوا حتى تيشرب لنا القوام ديال العطريه. بسم الله، بعد ما غلات لنا اللحم ها نتوما كي كتلاحظوا بان راه شربت القوام وكتجي الرائحه حتى هي رائعه لذيذه. الان كنصبوا البصل بعد ما قطعنا على هذا الشكل الشنانش، وكنصبوا واحد القياس الماء ما كنكثروش لان البصله كتطلق لنا الماء فاش كطيب لنا اللحم. بسم الله، هذا القياس تقريبا نص كاس كبير، وكتكون النار متوسطه كتبدا عليها كوكوت، وكنزيد واحد القليل من الزيت لان قبيله ما درتش الزيت بزاف، غير شويه كنزيد واحد شويه الزيت وكنسدو عليها الكوكوت وكنتركوا اللحم حتى تطيب لنا. بالنسبه للمقادير باش نعسلو البصله، كنحتاجو 500 حتى 600 غرام نتاع البصل، تقريبا 3 البصلات عفوا. عندنا هنا 3 المعالق حتى 4 المعالق تاع السكر الخشن اي سنيده، واللي ما بغاش يدير سنيده يمكن يدير واحد 3 المعالق ديال العسل. عندنا 2 معالق كبار ديال الزبيب، واحد قريصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره عامره ديال القرفه غبره. بسم الله، كناخذوا هذه المقلات كنوضعوا فيها البصل بعد ما قطعناه شنانف على هذا الشكل، كنديروا تقريبا 4 معالق ديال الماء، 1 2 3 4، لان البصله كتطلق لينا الماء، معلقه ديال الزبده، واحد معلقه حتى 2 معالق ديال الزيت، هي كناخدو الزبيب كذلك، القرفه،
الملح غير واحد القريصه ديال الملح، ما كنكثرهاش بزاف لان هذا الطبق كيجينا معسل. هذا الخرقوم وكنغطيو عليه حتى تيطلق لينا الماء البصله وكتبدا لينا تقريبا شي 10 دقائق. من بعد عاد كنديروا السنيده، كتكون النار ما كتكونش عاليه، تتكون النار متوسطه باش ما تشحت لينا البصله وما تذبلش لينا ما تطيب. بسم الله. بعد ما مرت 10 دقائق الان كنصبوا سنيده وتنغطيو على هذا المقلاه وكنقصوا على النار وتنتركوا هذا البصل حتى تتعسل وتتقلى لينا مزيان. هذه الصفه كنحتاجو 500 غرام تاع هاد الشعليه، هي رقيق على هذا الشكل كنقولوا ليها الصفه، كتكون رقيقه بزاف. عاد عندنا 3 المعالق ديال الزبيب على هذا الشكل، درنا في الماء تقريبا ماء او ماء بزار، اللي موفر عنده ماء بزار يدير الماء بزار، اللي ما موفر عنده يدير الماء. جوج معالق 3 المعالق تاع سنيده كبار، الملح حسب الذوق، الزيت. بسم الله. كناخذوا هاد الصفه الشعليه الرقيقه على هذا الشكل، كنصبو فيها قليل من الزيت، تقريبا جوج معالق الزيت، وكندهنوها على هذا الشكل مزيان. من بعد عاد نغطوها باش نغطوها تفوت في الكسكاس. هاد الشعليه راه كتكتال، بعد ما مزجناها بالزيت كنوضعوها في الكسكاس باش نوضعها على تفوت. بسم الله. الان غادي نوضعها تفور، غنوريكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. كناخذ هذه القدره كنديروا فيها الماء وكنديروا فيها واحد القطعه ديال الحوض باش ما تحل لنا القدره، وكنتركوا الماء حتى يغلى وتنديروا فيه هذه الصفه وكنتركوها مده تقريبا 20 دقيقه حتى تطفو مزيان. الان بعد ما مرات الصفه ديالنا 20 دقيقه وهي كتفور، غادي نحاولوا نصبوا عليها الماء بارد، من الافضل يكون الماء بارد. كنصبوا عليها على هذا الشكل، كنديرو في الثلاجة حتى تيبرد مزيان، كنصفيوها وغنديروها. بعد ما صفيناها غنديروها في القصرية باش ندهنها بالزيت، نعاودو نبدوها تفور. بسم الله. الآن كنصبوها في القصرية بهذا الشكل، كنحاولو نحلوها مزيان باش ندهنوها بالزيت ونغطوها تفور في الكسكاس. هذه الطريقه باش تنجح الصفه، اي تبعوا هذه الطريقه كتجي ناجحه وباش ما تعجليناش هذه الصفه. ومن بعد كناخذوا تقريبا معلقه حتى جوج معالق تاع الزيت وكندهنوها ونغطوها فوق القدره، نديروها في الكسكاس باش تفور. من بعد ما دهناها بالزيت غنديروها في الكسكاس باش نردوها فوق القدرة تفور في الفرة الثانية. بسم الله. كنردوها المرة الثانية تقريبا 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، كنغطيو عليها وكنتركوها حتى تفور. بعد ما حيدنا من القدرة الفرة الثانية هذه تقريبا بعد ما مرات 20 دقيقة، هذه هي المرحلة الثانية، كنبقاو كنسقيوها بالماء حنا كنحلوها مزيان على هذا الشكل. بعد ما صبينا الماء تقريبا استغرق لنا 300 مليلتر جوج كيسان ديال العنبه، تنتركوها واحد تقريبا 5 دقائق باش نردوها تفور. نفس المرحله الاولى والثانيه اللي درنا غادي نديروها نفس الثالثه، كندهنوها بقليل من الزيت وكنردوها كنوضعها في الكسكاس ونردوها على الطنجره حتى تفور، وتنتركوها تقريبا 20 دقائق. بعد ما تركنا 5 دقائق تقريبا كندهنوه بواحد القليل من الزيت ونردوه تقريبا معلقه كبيره ونردو هاد الشعليه تطفو الفوره الثالثه، هادي راه الفوره الثالثه، وكنحاولوا كنديروا قليل من الملح تقريبا معلقه صغيره، كنمزجو مزيان بين الزيت والشعليه على هاد الشكل ونديرو في الكسكاس ونحطوها باش تفور. مع
غنوضعوا في كاس فول كدره مده تقريبا 20 دقيقه. هذه الفوره الثالثه. بسم الله. بعد ما السلطه بانت لينا صبحت على هذا الشكل وطلقات الماء، الان غادي نعريو عليها ونتركوها حتى تتعس لينا مزيان. بسم الله. بعد ما طابت اللحم صبحت على هذا الشكل، الان كنحاول نحيدوها ونتركوها باش نتركو هذا المرق يتعس لينا وتشحر. بعد ما حيدنا اللحم كنضيفوا هاد المعلقه ديال العسل، وهذا العسل راه اختياري، اللي بغى يديرو اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه. وكنتركوا هاد المرق ديالنا حتى تتقلى لينا وكتشحر مزيان وكتعلق. هاد الماء فار الفوره الثالثه. بعد ما فار الفوره الثالثه كنديروا ليه نفس الشكل، كنحاولوا مده تقريبا 20 دقيقه على هذا الشكل. كنبقاو نحلوه على هذا الشكل باش نسقيو بالماء. تقريبا عندنا كذلك جوج كيسان ديال العلبه، كنشرب الماء وكنحلو هاد السفاهي على هاد الشكل باش نشرب لينا هاد الماء مزيان وباش تجي رطبه. حنا كنسقيو وكنحلو كذلك باش ما تعجنش. بعد ما صبينا الماء تقريبا جوج كيسان ما يعادلو 300 مليلتر، كنديرو الزبيب على هاد الشكل بعد ما صفيناه، لان هاد الفرة هي الفرة الاخيرة. هانتوما كي كتلاحظو راه تكاتف تضاعفات الحجم ديالها، وكنتركوها 5 دقائق عاد من بعد كنفوروها الفرة الاخيرة وكنقدموها. بعد ما تركنا السفة ديالنا 5 دقائق، الان غادي نحاولو ندهنوها تقريبا بمعلقة الزيت، معلقة كبيرة على هاد الشكل هي باش ما تعجل لينا. هذا هو السر تاع تندهنو كل مرة بالزيت باش الا رديناها للفرن ما تعجلش. كنبقاو حتى تندهنوها مزيان، هانتوما كتلاحظو، وغنديروها في الكسكاس ونجعلوها في القدرة كتفور. وهادي هي الفورة الأخيرة. الآن غادي نحاولو نفورها الفورة الأخيرة 20 دقيقة تقريبا. بسم الله. بعد ما تعسلات من البصلة صبحت على هاد الشكل، حتى اللون ديالها والمذاق ديالها رائع، كنطفو عليها النار وكنطرقوها حتى نقدموها. بسم الله. بعد ما تعلكات المرق هانتوما كي صبحت على هاد الشكل، هاهي معلكة كنحاولو نوضعو فوقها اللحم، كنوضعو اللحم هي كتسخن لينا، من بعد غنقدموها مع السفة. بعد ما وضعنا اللحم كنتركوها تتسخن باش نقدموها. الان بعد ما فار الفرن الاخيره صحت الشعير بهذا الشكل، الان كناخذوا هذه الزبده، اما جوج معالق زبده او الزيت زيتون حسب الرغبه المتوفر عندكم، وكندهنوا هذه السفه ديالنا مزيان. وكناخذوا تقريبا جوج معالق ديال السنيده وكنمزجوا هذا الخليط ديالنا مزيان باش نقدموها. بالنسبه للمقادير تاع التزيين كنحتاجوا القرفه، اللوز قبضناه وفسخناه على هذا الشكل وحمرناه بعض الشيء، عندنا السكر كلاصي، البيض. بسم الله. الان كنقدموا السفه ديالنا، كناخذوا هذا التبصيل كنديروا فيه الطبق الاول على هذا الشكل، بسم الله. بعد ما درنا الشعيه الان كنصبحوا اللحم، وهذا اللحم راه سخناها مزيان كتلاحظوا المذاق ديالها كيجي معلق وبني بزاف ولذيذ. بعد ما وضعنا اللحم كناخذوا هذا البصل اللي عسلنا، كتجي حتى هي لذيذه بزاف وبنينه، نحاولوا نوضعوها فوق اللحم كتجي بنينه بزاف، غير جربوها ما تردوش غادي تعجبكم، شكل مختلف وشكل جديد. من بعد تنديروا الطبق الاخير ديال السفه باش نزينوها ونقدموها.
الشكل النهائي ديال السفه ديالنا مدفونه باللحم كتجي بهذا الشكل. حاولنا نزينوها بالبيض وقليل من البصله المعسله على هذا الشكل واللوز، ونقدموها مع الحليب كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذه السفه تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمقادير الدغميره ديال الدجاج، كنحتاجو الدجاج. الدجاج بالنسبه ليا عندي دجاجه واحده، ويمكن لواحد اي واحد يدير نص الدجاجه حسب المتوفر عنده. 4 الحبات تاع البصل، 4 الحبات تقريبا ما يعادل 500 حتى 600 غرام، معلقه حتى جوج معالق تاع المعدنوس، معلقه ونص معالق كبار، معلقه ونص معلقه كبيره ديال الزبيب، معلقه ونص سكنجبير، معلقه صغيره الملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، 4 الاعواد تاع القرفه، جوج معالق ديال العسل معالق كبار، معلقه صغيره ديال السمن، السمن بلدي اللي ما متوفر عنده السمن يدير الزبده، تقريبا هنايا نص معلقه صغيره ديال القرفه، زعفران الحر، وهذا اختياري اللي بغى يديرو لانه كيجي واحد اللذه بنينه. كنقبطو القليل منه وكنوضعو في الماء كيصبح على هذا الشكل. زيت اما زيت نباتي او زيت الزيتون حسب متوفر عندكم. بالنسبه لمقادير السفه كنحتاجو 500 غرام نتاع هذا الشعريه، هي رقيق على هذا الشكل كنقولو ليها السفه، كتكون رقيقه بزاف. عاد عندنا 3 المعالق ديال الزبيب على هذا الشكل، درناه في الماء تقريبا ماء او ماء بزار، اللي موفر عنده ماء بزار يدير الماء بزار، اللي ما موفر عنده يدير الماء. جوج معالق 3 المعالق تاع سنيده كبار، الملح حسب الذوق، الزيت. بالنسبه لمقادير الزيت كنحتاجو اللوز. اللوز كنقبطوه تنقيوه وكنحمروه كيصبح على هذا الشكل، نص كنحمروه كنهرمشوه ونص كنخليوه صحيح. عندنا السكر، سكر غبرة اي سكر كلاصي على هذا الشكل. عندنا القرفة مدقوقة، بسم الله نبداو على بركة الله. كنصبو الزعفران في الماء بهذا الشكل، كنصبو الزعفران، كنوضعو الدجاج، كنديرو الملح تقريبا معلقة صغيرة، الخرقوم، سكنجبير، الإبزار، عواد ديال القرفة، السمن، كنديرو واحد القليل من الزيت يشوي، من بعد تنزيلو واحد شويه ديال الزيت باش نتركو هاد الدجاج تيتقلى مزيان باش يشرب لنا القوام ويجي بنين. بعد ما مزجنا العطريه في الدجاج كنتركوه تقريبا 5 دقائق، من بعد غنديرو البصله باش كيشرب هاد البنه وكيجي بنين. بعد ما تركنا الدجاج 5 دقائق كما تلاحظوا راه شرب العطريه وشرب القوام ديالها. هاد الطريقه علاش كنديرها ليه؟ لان الوقت لما كانت متوفره عندك، ملي كانت الوقت متوفره غادي تاخديها الدجاج كترقدي مده ساعتين، كديري ليه العطريه ديالو كترقدي كيشرب العطريه ديالو كيجي لذيذ. بالنسبه كنوضعوا البصل، ها هي بعد ما قطعناه على هذا الشكل شنانف وكنتركها تقريبا حتى هي 5 دقائق على هذا الشكل. عاد من بعد كنصبوا الماء الكافي باش يطيب لنا هذا الدجاج. كنحاولوا نوضعوا البصل من التحت. من بعد ما وضعنا البصل من التحت كنتركوا كذلك 5 دقائق، بسم الله. بعد ما مرات 5 دقائق كما تلاحظوا ان البصل تلقات لينا الماء. دابا غندير واحد الماء، ما كنكثوش الماء بزاف، غير الماء الكافي لان البصل تلقات الماء باش يطيب لينا الدجاج. كنحاولوا كنزيد واحد الزيت، قليل من الزيت تقريبا ربع كاس، كنديروا المعدنوس وتنتركوا هذا الدجاج حتى يطيب لينا. بسم الله كناخذوا هذه السفه الشعريه الرقيقه على هذا الشكل، كنصبوا فيها قليل من الزيت تقريبا جوج معالق الزيت، وكندهنوها على هذا الشكل مزيان. من بعد عاد نردوها باش نردوها تدخل في الكسكاس.
هاد الشعريات راه كتكثر. بعد ما مزجناها بالزيت كنوضعوها في الكسكس باش نوضعوها على الفرن. بسم الله. الان غادي نوضعوها تفور، غنوريكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. كناخذ هذه القدره كنديروا فيها الماء وكنديروا فيها واحد القطعه ديال الحوض باش ما تحل لنا القدره، وكنتركوا الماء حتى تيغلى وكنديروا فيه هذه السفه وكنتركوها مده تقريبا 20 دقيقه حتى تتفور مزيان. الان بعد ما مرات السفه ديالنا 20 دقيقه وهي كتفور، غادي نحاولوا نصبوا عليها الماء بارد، من الافضل يكون ماء بارد. كنصبوا عليها على هذا الشكل، كنديرو في الثلاجه حتى تيبرد مزيان، كنصفيوها وغنديروها. بعد ما صفيناها غنديروها في الكسريه باش ندهنها بالزيت نعاودو نبطوها تفور. بسم الله. الان كنصبها في الكسريه بهذا الشكل، كنحاولو نحلوها مزيان باش ندهنوها بالزيت ونردها تفور في الكسكس. هذه الطريقه باش تنجح السفه، اي تبعوا هذه الطريقه كتجي ناجحه وباش ما تعجليناش هذه السفه. ومن بعد كناخذوا تقريبا معلقه حتى جوج معالق تاع الزيت وكندهنوها ونردوها فوق القدره ندير هذا الكسكس باش تفور. من بعد ما دهناها بالزيت غنديروها في الكسكس باش نردوها فوق القدره تفور في الفوره الثانيه. بسم الله. كنردوها المره الثانيه تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وكنغطيو عليها وكنتركوها حتى تفور. بعد ما حيدنا من القدره الفوره الثانيه هذه تقريبا بعد ما مرات 20 دقيقه، هذه هي المرحله الثانيه، كنبقاو كنسقيوها بالماء حنا كنحلوها مزيان على هذا الشكل. بعد ما صبينا الماء تقريبا استغرقنا 300 مليلتر جوج كيسان ديال العنبه، تنتركوها واحد تقريبا 5 دقائق باش نردوها تفور. نفس المرحله الاولى والثانيه اللي درنا غادي نديروها نفس الثالثه، كندهنوها بقليل من الزيت وكنردوها كنوضعها في الكسكس ونردوها الطنجره حتى تفور وتنتركوها تقريبا 20 دقائق. بعد ما تركنا 5 دقائق تقريبا كندهنوه بواحد القليل من الزيت ونردوه تقريبا معلقه كبيره ونردو هاد الشعريه تطفو الفوره الثالثه. هادي راه الفوره الثالثه وكنحاولوا كنديروا قليل من الملح تقريبا معلقه صغيره، كنمزجو مزيان بين الزيت والشعريه على هاد الشكل ونديرو في الكسكاس ونردوها باش تفور. غنوضعو الكسكاس فوق القدرة مدة تقريبا 20 دقيقة. هذه الفورة الثالثة. بعد ما طاب الدجاج بحال هذا الشكل، الآن غادي نحاولو نحيدوه باش نعسلو البصل شوية، راه كيجي لذيذ وبنين. بعد ما حيدنا الدجاج المرق راه معلكه وبنينه وديده، كنصبو في هذه القرفه تقريبا نص معلقه صغيره العسل. اللي ما متوفر عنده العسل ممكن يدير سنيده تقريبا جوج معالق. نديرو الزبيب ونتركو هذا المرق ديالنا حتى تعسل لينا مزيان. نحاولوا ما نغطيوش عليها باش تعسل مزيان. بعد ما فار الفوره الثالثه، بعد ما فار الفوره الثالثه كنديروا نفس الشكل، كنحاولوا مده تقريبا 20 دقيقه على هذا الشكل، كنبقاو نحلوه على هذا الشكل باش نسقيوه بالماء. تقريبا عندنا كذلك جوج كيسان ديال العنبه، كنشرب الماء وكنحلو هاد السفاه بهذا الشكل باش نشرب لينا هاد الماء مزيان وباش تجي رطبه.
حنا كنسقيو وكنحلو كذلك باش ما تعجنش. بعد ما صبينا الماء تقريبا جوج كيسان ما يعادل 300 مليلتر، كنديرو الزبيب على هذا الشكل بعد ما صفيناه، لان هاد الفرة هي الفرة الاخيرة. انتم كي كتلاحظوا كتف ضعفت الحجم ديالها، وكنتركوها 5 دقائق عاد من بعد كنفروها الفرن الاخيره وكنقدموها. بعد ما تركنا السفه ديالنا 5 دقائق، الان غادي نحاولوا ندهنوها تقريبا بمعلقه الزيت، معلقه كبيره على هذا الشكل، هي باش ما تعجن لينا. هذا هو السر تاع تندهنوا كل مره بالزيت باش الا ردينا الفرن ما تعجنش. كنبقاو حتى تندهنوها مزيان، انتما كتلاحظوا، وغنديروها في الكسكس ونجعلوها في القدرة كتفور، وهذه هي الفرن الأخيرة. الآن غادي نحاولو نفورها الفرن الأخيرة 20 دقيقة تقريبا. الآن بعد ما تعسات البصل صبحت على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا، غنوضعو من فوقها الدجاج. الدجاج هي باش يسخن لينا، ها باش الا جينا نقدمو كنحاولو نسقيه واحد القليل من الفوق على هذا الشكل، وكنمهلو عليه العافية تتكون نار مهينة هي باش يسخن لينا الدجاج. وشوف هذاك الله عليه العافية جات من هنا، وكنغطيو عليه وكنطلقوه باش يبقى سخون، يبقى يشرب هذا المرق معسل حتى نعمرو به نقدموه مع السفة. الآن بعد ما فار الفرن الأخيرة صحت الشعير بهذا الشكل، الآن كناخدو هاد الزبدة، الزبدة إما 2 معالق زبدة أو الزيت زيتون حسب الرغبة المتوفر عندكم. وكندهنوا هاد السفه ديالنا مزيان، وكناخذوا تقريبا 2 معالق ديال السنيده، وكنمزجوا هاد الخليط ديالنا مزيان باش نقدموها. بسم الله اخيرا كنقدموا السفه، كناخذوا السفه على هاد الشكل، راه كتجي لذيذه وبنينه بزاف. كناخذوا المرق ها هو، بعد ما المرق ها هو بعد ما تعلق لينا كنحيدوا الدجاج، والدجاج اللي بغي يفرتتو يفرتو حسب الرغبه ديال اي واحد. من بعد ما وضعنا الدجاج كنغطيو بالسفة، هذه كتسمى سفة مدفونة. الشكل النهائي ديال السفة ديالنا بعد ما زيناها صبحت على هذا الشكل، الآن غادي نحاولو نقدموها، وكنقدموها بكاس ديال الحليب، وهاد كاس ديال الحليب درنا فيه قليل من الزهر، كيجي لذيذ وبنين. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو من هنايا معلقة صغيرة ديال السمن، السمن البلدي على هذا الشكل، عندها معلقة كبيرة عامرة ديال الزبدة، نص معلقة ديال الإبزار، معلقة عامرة ديال الخرقوم، 3 الفص تاع التوم، 3 الحبات، 3 العواد ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، الملح حسب الذوق، أنا شي رص معلقة صغيرة د حبات الهيل، حبات الهيل هي على هاد الشكل، اللي متوفرة عندي اللي متوفرة عندوش ما يديرهاش. هنا كوب ديال الزعفران، خدينا الزعفران وتركناه في الماء حتى تيطلق لنا وكيصبح على هاد الشكل، الزعفران شعار. هنا هنايا بالنسبة 500 غرام ديال الروز، الروز هاد الأصفر، هانتوما كتشوفو على هاد الشكل، الروز الأصفر، تقريبا عندنا هنايا 2 إزلاف، 500 غرام، لا يعادل تقريبا 4 أكواب ديال العنبة ونص. أنا اللوز تقريبا 60 غرام،
هنا الزبيب 100 غرام. عندنا كذلك الدجاج، عندنا بالنسبه لي انا الدجاجه واحده، يبقى يدير اكثر يدير اكثر حسب الذوق. انا البصله واحده هي كنطيوها مع الدجاج. عندنا هنا كيلو ديال البصله قطعناها هذا الشكل. بالنسبه لهذه البصله غادي نعسلوها. بسم الله كنصبوا بزاف، نديروا الان نحطوا البشاميله ديال الدجاج، خلقوا ملعقه صغيره سكنجبير، ملعقه صغيره عمره، راس ملعقه شويه ديال حبات الهيل، كنديروا شويه ديال الملح، دائما الملح حسب الذوق، كنديروا شويه من هاد الزعفران، كناخدو كنديرو التومه كنبشروها، باش ما فقدنا هاد الدجاج كيجي جديد وبنين. دائما الدجاج كنغسلوه باش ما كان بايت الليله كاملها، كيكون بنين وكيكون فتي، ماشي كنجيبو ديك الساعات وكنطيبوه، بالعكس كان من الافضل الا جبناه وبيتناه وغسلناه مزيان ورقدوه في التشرموله كيجي بنين وديت بزاف. الان كنزوجو هاد التشرموله على هاد الشكل وكنديرو فيه الدجاج، كيجي واحد اللذه رائعه وكيجي فتي. كنرقدو فيه الدجاج، بالنسبة للدجاج راه كنغسلو مزيان، ديما كيتغسل الدجاج بالماء الحامض، كنديرو فيه شوية ديال كذلك شوية الخل شوية سكنجبير باش كيحيدنا ديك الزفورية ديال الدجاج. بسم الله، بعد ما درنا التشرمولة ديال الدجاج نتركوه حتى يرقد لينا باش كيجي بنين ولذيذ. بسم الله، الآن نمرو باش نحضرو نطيبو الدجاج. كناخدو شوية الزيت على هاد الشكل، قليل ديال الزيت، زيت حسب اختياركم ديالكم. بالنسبة كنصبو هاد البصلة بعد ما قطعناها قطع صغيرة، بصلة واحدة اللي غنديرو ليها الدجاج. والآن كنحاولو نقلبوها مزيان. بسم الله، بعد ما قلنا البصلة بحال على الشكل كتقلى مزيان كتجي واحد اللذة بنينة بزاف. الآن كناخدو الدجاج، كنوضعو الدجاج كذلك باش نقليوه. كيجي رائع، كيبقى هاد شوية كنديرو فيه شوية الماء باش كنبللو بيه الدجاج. كنقليو الدجاج على هاد الشكل باش كيجينا واحد اللذة بنينة بزاف ولذيذ. بسم الله، بعد ما تقلينا الدجاج كناخدو هاد باقي تاع الزعفران كنصبوه باش يقدرنا الدجاج. وكناخدو كاس كبيرة هنا كنصب عليها هاديك العطرية اللي بقات لينا من الدجاج، وكنصبوها كنصبو من الجوانب. من بعد كنديرو جوج عويدات ديال القرفة هما، وكنديرو هاد الملعقة ديال السمن هاهي، وكنتركو الدجاج تيطيب لينا، كيجي واحد اللذة لا تقاوم. وكنبقاو نراقبو حتى تيطيب لينا هاد الدجاج، كنغطيو عليه ومرة مرة كنحركوه كنقلبو تيطيب من التحت، نعاود نحركو يطيب لينا تيطيب مزيان. الان نمرو باش نحضرو الروز. بالنسبه لهذا الروز كنديرو هاد الطريقه كيجي به لذيذ وبنين بزاف. كناخدو معلقه كبيره ديال الزبده كيف ما سمحت ليا لكم هكذا، وكنتركو هاد الزبده حتى تذوب لينا مزيان. هاد الطريقه راه مميزه، كيجي بها الروز رائع، وكنفوروه غير فوره وحده، ما كنحتاجوش شحال من فوره، فوره وحده كيجي ساهل التحضير، غير كنحضروه ما كيستغرقش الوقت. وبالنسبه لهذا الرز راه كيجي مفرز ما كيجيش معجن وكيجي رائع. انتما تتبعوا المراحل، تبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه وغادي يبان لكم اش كان العمل اللي كندير، كيجي رائع وسهل التحضير. بعد ما درت الزبده كنزيد تقريبا شي معلقه كبيره ديال الزيت بهذا الشكل، وكنحاولوا كنحمروا في هذا الرز، كنبقاو نديو ونجيبو مزيان. تقريبا هذه زلافه ديال الرز، زلافه الثانيه، وكنبقاو نديو ونجيبو على هاد الشكل حتى
حتى حتى يشرب لينا هذا الرز هذاك الزبده والزيت باش كيجي واحد البنه واحد الزبده رائعه. كنديروا كذلك واحد العود ديال القرفه، هذا العود ديال القرفه اختياري، كنحطو على هذا الشكل هاو. كنخليو هذا الرز تقريبا باش ياخذ لنا البنه والزبده تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق لا كنحركو فيه. بسم الله. بعد ما خلينا الرز على هذا الشكل خليناه، انتم كتلاحظوا كناخذوا الزلافه باش خدينا العبار ديال الرز، كناخذوا بها كولا زلافه ديال الرز كتاخذ لينا تقريبا بسم الله نحطو الزلافه الاولى كلام كولا زلافه ديال الرز كتاخذ لينا جوج. دابا غناخذوا تقريبا 4 زلايف ديال الماء، زلافه الاولى زلافه ثانيه ثالثه، كناخذوا الرابعه ما كنكملوش فيها في القياس وكنكملوا بكاس ديال الحليب، ها هي كاس ديال الحليب هو كنصبوه دابا. بعد ما وضعنا الحليب كنتركو كناخذو شويه الملحه دائما حسب الذوق ما يطيبش لنا بزاف، وكنغطيو عليه حتى تيشرب لينا هذاك المرق، حتى تيشرب لنا الرز الماء والحليب تينشف لينا من الماء. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا الرز راه نشف لينا مبقاش فيه الماء، كنطفيو عليه الماء وتنتركوه جانبا ونمرو للمرحله الاخرى. الشكل بالنسبه كيف ما تبقى لي قلت لكم دائما جوج زلايف ديال الرز كنديروا 4 زلايف ديال الماء نفس الكميه، الا ان الاخيره الزلافه الاخيره نقصت منها ودرت كاس ديال الحليب، نقصت منها كاس ديال الماء وضفت كاس ديال الحليب باش كيجينا هذا الرز نديد وبنين بزاف. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا الدجاج كيجي رائع ونديد وبنين. انا غادي نحيدو نزولو باش نحمرو في الفران بهذا الشكل. قبل ما تحمر في الفران كناخذ شويه ديال الزبيده وكندهنوه وكندهنو كذلك كناخذ معاه فيشات التحميره اي في التحميره فلفله حمراء لوا على هذا الشكل. بسم الله. هذا المرق كناخذ منه واحد شويه بهذا الشكل. هذا المرق هو باش غطي لينا البصله كنعسلوها. بسم الله. تقريبا كناخدو هاد شويه شويه بهذا الشكل. الان غادي نمرو باش نوضعو البصله اللي قطعناها شين فات. بسم الله. الان كنوضعو البصله بهذا الشكل. بالنسبه ليا راه عندي بصله حمراء وبيضاء لكن كامل الاختيار. كنديرو الزبيب كنخليو منه باش نديرو في الرز تقريبا نص هاد الزبيب، كنخليو هاد شويه باش نديرو مع الرز. ودائما الزبيب اللي بغا يكثر يكثرو جوج معالق كبار ديال العسل، واللي ما مطوفاش عندو العسل يمكن يدير السكر. وتنتركو هاد البصل حتى تتعسل لينا مزيان، وكنديرو معلقه صغيره ديال القرفه ها هي، كنمزجو هاد المكونات وتنتركو البصله حتى تطيب لينا مزيان وكتذبل. كنحكو نحركو الكل وليت كتجي رائعه هاد البصله معسله، كتجي غزاله 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 بزاف وبنينه. واللي بغى يدير يزيد العسل يزيدو دائما العسل حسب الذوق. دائما كنا هاد المرقه كندوقوها البصله ما طيبش لينا كذلك مسوسه، وكنغطيو عليها النار وتنتركوها حتى تطيب لينا وتتعسل. بسم الله. الان غنحمروا الدجاج. كناخذوا شويه ديال الزبده كناخذوا فيها فلفله حمراء حلوه، كنمزجوا هاد المكونات على الشكل مزيان باش نهنوا بها الدجاج كيجينا محمر وكيعطينا واحد اللون رائع. وكنديروا كذلك حتى على صوص ديال السوجا حتى تجي مزيانه، وكندهنوا بها من الفوق كما كتلاحظوا كيجي بحال زبده بوماط. بعد ما مزجنا هذا المزيج كندهنوا به الدجاج على هذا الشكل وكندهنوا مزيان باش يعطينا واحد اللون محمر كيجي رائع المنظر، مذاق رائع كذلك لذيذ بزاف. كنبقاو ندهنوا من بعد ندخلوا الفرن. دائما الفرن كنتقوا ديتي سخون لينا مزيان باش ما مسخ لينا مزيان دغيا كيطحم لينا وكيعطينا واحد اللون غزال. بسم الله. الان كندخلوا الدجاج كيطحم لنا في الفرن كنراقبوا حتى يطحم لينا مزيان. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا
هاد البصله كنتركها فهاد المرقه حتى تتعسل لينا وكتجي بنينه ولذيذه. مره مره كنحركوها هذا الشكل باش تطيب مزيان وتشرب المرقه. كنغطيو عليها حتى تدبان مزيان. بسم الله. بعد ما تعسات البصله هانتوما كتلاحظوا كتجي رائعه ولذيذه وبنينه بزاف. الان كنطفي عليها النار وتنطلق كنقدموها. بسم الله. الان المرحله الاخيره. بالنسبه لهذه المرحله الاخيره هانتوما كيف ما تلاحظوا بان درنا الرز حتى طاب لينا كيبقى واحد شويه كنفوروه فوره واحده كنصبو على هذا الشكل. بسم الله كانه تيكملنا الطياب باش كيجي رائع. كنصبو عليه هذا الزبيب هاهو كيجي الزبيب تقريبا باش كيجي هذا الرز بديد وبنين بزاف. بالنسبه لهذا الرز كتلاحظوا بانه شي شويه اللون ديالو مبدل، يعني حاولت نحمرو شي شويه باش كيجي هذا اللون مبيض بحال محمر كيجي رائع اللون ديالو كيعجبني بزاف. الان كندهنو بشويه الزيت شويه ديال الزيت واللي بغى يدير الزبده في اللون. انا بدا نخر ندهنو بالزبده وملي نقدمو كندهنو بشويه الزبده. الان كنديرو في الكسكاس وكنفورو. راه كيجي المرحله ديالو سهله وبسيطة وكيجي لذيذ وهاد الطريقة كيجي بها بنين بنين بزاف. الآن كنوضعو في الكسكاس كنوضعو في الكسكاس وكنبقاو باش نفوضو هاهو الكسكاس. بسم الله. بعد ما وضعنا في الكسكاس الرز ودنا الزبيب، بالنسبة لهاد الزبيب نسيت ما قلتها لكم بأن كناخدو كنرقدو في شوية الماء وكنتركو تقريبا شي ربع ساعة تيرقد لينا باش تيتنفخ. كنفورو فور أخيرة كيجي على هاد الشكل تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقائق. بسم الله. الان كنوضعوا الرز كتيفور لينا وتنتركوا 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى تيفور لينا وتيكمل طياب مزيان وكنقدموا. بسم الله. بعد ما تفور الرز هانتوما كتلاحظوا الشكل باش نعرفوا كناخذوا واحد شويه وكندوقوه وكيجي هكا رطب وكنطفي عليه النار وكنقدموا. بسم الله. الان كنصبوا في هذه الكسريه. الان كناخذوا واحد المعلقه ديال الزبده وكناخذوا معلقه كذلك كبيره ديال السكر. السكر اختياري اللي بغى يديرو باش يديرو ما يديروش. وكنوجدوا الكل على هذا الشكل كنبقاو باش نقدمو كيجي لذيذ وبنين. الطريقه راه كيجي ليها مزيان بزاف وحتى اللي ما بغاش يقدم مع الدجاج يمكن نقدموه غير هكذا بوحدو. بسم الله. الان كنصبو في الماء ديال التقديم على هذا الشكل كما كتلاحظوا كيجي مفرز وما كيجيش معجن والشكل ديالو كبو تقريبا واحد النص على هذا الشكل ونسقيو شويه المرق اللي حيدنا في الاول. بسم الله. كناخذ هذا شويه المرق بعد ما سخناها على هذا الشكل كنصبو غير شويه ما كنكثروش بزاف باش يجينا. الباقي كنتركو في زليفه جانبا اللي بغى المرق يسقي بها. انتما كتلاحظوا صافي كديري واحد شويه كنكملوا بالرز من الفوق. كنديروا الرز من الفوق نعاودوا نغطيو هذا المرق. الان كنديروا بصله معسله. بعد ما وضعنا الرز كنديروا بصله في الرز كتجي رائعه ولذيذه. حتى البصله انتما كتلاحظوا كتجي بنيه. الان نستفو الدجاج كيجي رائع سخون انا محمر. هانتوما التحمير كيجي واعر بزاف وبنين ولذيذ. بسم الله. بعد ما درنا الدجاج سطفنا كذلك كناخذو هاد اللوز بعد ما حمرناه كنوضعوه من الفوق كيجي هاد الطبق رائع ولذيذ لذيذ بزاف واحد اللذة لا تقاوم. ما نقولكمش كيفاش كيجي حتى تجربوه غادي تجربوه يصبح عندكم معتمد. الشكل النهائي ديال الطبق تاع الرز بالدجاج كيجي على هاد الشكل كيجي مذاق رائع ولذيذ وبنين بزاف. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم غير جربوا وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.